بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وراك سنداو ديال الملك استودوني ديال كجوبتان سولو هذا كسولو هذا جانل كيوتيوب كافتحنا برودكشن وجانل عاد كراسو عكرتو برنامج جدا سوق بيو انا قو عبد الله بروانا هدي جانل كوكو صوتا هاي وحكا عصر يا جانل كينا سبسكرايب سارتو على مدى كبرال كفراتو سي اين البرنامج جدا كوسيين هدي ادهري وصمين دانا واضما حسن تهي وحن دول استاقي دونا قضا ببقيبا وطابان ايا من حالده يقودن بيه كوضي بوحي صاحبنا سفير كدلك UK وجوغان مقدشو ايا وحو بغضي مقالة دا قروي حارونتا مامركا بوتلان مامركي شاعيي انو كم مدح بناي هاي دولة دا نحي افدرالكا صلاعيا هندبا سفير كو حولا كل مي مدحويناها بوتلان سعيد عبدالله داني محا ديح مري سفير كي UK ايا سعيد عبدالله داني قولو بدا اي كوالا هلين او نمان تدبا مهم واحد برشلونة أي واحد من كو قادنا يعني قبل كواد برامشكا كوجسوا بيتو راحت والله مو دولتي بدأ حوالي حسن الشيخ محمود لقاليه أي سنة كان كسر بيسي باش عالم كيلوكا بلها ميزانية اللي قالها الدولة ده أي وح أي كك أسرام تعين إن أي ويدو كنت مركي أي دولة كوفة شنطي سكريستا ما دخل ما بكم بلدي ده دلك دولة وحي هي ستة وح كي يطلباتن عشو هدي ورن شركة قراها وتشجع قرنك ورن قبسو من لبعتن مع الموت وحكير وح أي دولة ما بويد دون تبقى عليه كبكة اللوجو ترى قريب إن دولة اللوجو كبر السنة دول بابا هدا بقى وح نفتي بدونا رجدا أي دولة كل ده حي إن أي شركة سقراها وتشجع قرنك قبطو هدي شركة سوق قبسو مو يهدو قبسو مبايو لبعض بنعم ونفتي بدونا حد وعوايد مو دولة من دي الصومالية هل قيس أي جانتا كوهيا قويس كاسنا وحا او دعيا هنتيدي قرنكا باوكي دولكا او وليب اسبو جير مدن قود يا مد اي شعب كليهي حدا با دولة دي مدى قويس كاكو كوبان يا باوكا انتا لئك انتا لئك ايو سيسا عندورا مالاقا يا بادات كصوماليا دين اي سيسا مران او اي اندو هودا كسي ايكتان يا غول بوبايو هنتيدو دا قرنكا يا مدك اي قار او هايين با برامجك واحد كوكوسو كبيتورا مرحلة حيصة وارنتا كوسابسان لبنتين سولو بنا كوسو نوادا جانل في يوتيوب كافتحن برودكشن وجانل على حقيقة كلا سوحا كرتو وجانل برو البابا هي برنامج جديدة سيلا درتي ردي على جانل كوكوسو تاي سولو جانل كسبسكرايب سارو على مدى كاميرا الكفرو سفير كدلك يوكي صوماليا ايات تجي مجالا دجر وحرمتو مامورك بوتلان وحاو كولا لكا تي مدحويناها بوتلان سعيد عبد الله دري بوتلان أيها رئيس الشعبي إن أي كم ضح بنات هاي دولة النحية فدرالك الصومالية سلام مركا أنا وحمر لو برشيد دوريم مركي لو أيوة وانتماذا قرب تهاجم شعبك مالقش إلى الصومالية أنت بوحى أي بوتلان رئيس الشرطي إن أن حسن الشيخ محمود وحمر لو صوم برشيد دوريم سيدا درتيد سفيرك يس إداني وحي كل هاللين سدح قضب ومهمة سدح راسبة وسدح راسي قضبة وحي نبر جبكو تهي دمعي مدحوين حسن الشيخ محمود إيه النظام كي الدولة ديسو أي واحد كدوريس مركا كواد يوكي واحد كلا هذا الشيء سعيد عبد الله داني إني سنجري دورين ميل أي يوكي وصو مرسينا يسو ما القشيقة أي بوتلان كدوريس يوكي سلم بدا حدي أي بوتلان نقالة أي أمتلا قشي ما مركاسي ومر ولا بحيطة أي أمرسي جت الدولة اللي هي فدرالك صوماليا وحي كدن بيا مانتا وحي توس ولي حريبي دوتا مقالة قروي معنيه ويهي إن أي بوتلان كم راح بنان تاي إنك UK دولة دحيح فدرالك الصومالية صفير كنا أمرا حبايا راتي كلت شن دورين وزارة أريمه قدها كلت شن دورين هي أدها دولة فدرالك ستة عشر أولا معاملة يوم دولة بوتلان حسن شيخ مركب بحاو حالي هديبا UK ما أنت قعمتي سكب حالي أو صفير كو ما أنت صو سيحي هشيز كي كو أدرا إن UK مرنا با أين دولة دحيح مرسي دورين لغالها بوتلان أي بوتلان كشي حسن شيخ محاو حالي محور سمين دولا موح وسكت هي دولا إنه سفير كعيني ما أول ذا ما أنت كدي بوعد لما أتين ما قاعد بطل عن الوسط توصل وعد لما أتين وهي ما أنت كده بيا وسكت لما أتين بطل عن ما قاعد الوسط توصل وسكت لما أتين ما أنت دقارة الوسط قاتو ما مرك بطل عن إي يو كي حير الكودي ما أنت وامر علي قلنا كسر تلف نبرت كجبيين دم عي قرشي حسن شيخ محمود دولة دي مدي حمرك وأكيمنا ما أنت واللوجي ذا أنت أي تبرت هذا الأكتع مر هديك أنت يوكي لقصة على حسن شيخ محمودنا وحوها أهري أيام إسكير قلوا بالك لو أي ماشي سلسو صارين نوحا كمدا أو أي سفيرك إيو مدحوينها بطلا بأي كوضها لين سيدي لو قبسو ملاها أما أو قبسو ملاها شركة
ayaha dalka iyo waliba badbaadada dowladnimo maadaama uu xasan sheekh maxamuud noqdaynin dhaqaale mooyaane aanan dan ka lahayn burbur iyo dhibaato kastoo dadka iyo dalkaba wajaho waxayna ku bogaadeeyeen dowladda UK saciid cabdullaahi dani hannaankiisa ku aadan ee yebleelidda shirka galowga ka furmi doona xaaladdu saasay marka ku biyashubatay odagii xasan ahaa jilbaha markana dhulka loogu dhuftay dowladda UK in ay heshiis toosa puntland ay la gasho caddayso mowqifkeeda ku aadan in aynan hadda kadib dowladda dhexe usoo marsiin doonin wax alla iyo wixii loogu talagalay puntland waxay noqonaysaa tallaab kale uu saciidani hore u qaaday maxaa haray wixii ku soo korna waxaan kugu soo gudbin doonaa barnaamijyada soo socda hadduu alla idmo madaxdii maamul goboleedyada kale sida jubbaland koonfur galbeed galmudugii shabeelle waa yaabin yihiin ninkii saciidani ahaa inuu hore u socdo mooyaane gadaalba uma soo socdo way yaaban yihiin ninkii saciidani ahaa uma baahnaba magaalada muqdisho uma baahna xasan sheekh maxamuud uma baahna filla soomaaliya keligiis buu dhex mushaaxaya durdursanaya beesha caalamka ma jirto albaab ka xiran ninkii axmed madoobe ahaa lafta gareen qoorqoor iyo cali guudlow afkiibaa juqma gabay ma laga yaabaa iyaguna inay qaataan go-aan lamida puntland oo ay tusaan xasan sheekh maxamuud maamulkiisu inuu ka shaqeeyo degmooyinka gobolka baraadir waan arki doonaa go-aankaay qaataan iyaguna barnaamijyada soo socdana waan idinkugu soo gudbin doonaa beeshii caalamka dhaqaalihii xasan sheekh maxamuud la sii jiray ee lagu kabi jiray miisaaniyadda dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya mar kastana ay dowladdu ku tashan jirtay sanadkiiba mar hadda 20 cashar ka yaraa loo qabtay hadduunan shirka golaha wadatashiga qaranka ku qaban wax ka yar 20 cisho adigu ilaa iyo 2 isbuuc iyo 2 maalmood 3 maalmood ilaa 4 maalmood hadduusan ku qaban shirka golaha wadatashiga qaranka wax u yaala xasan sheekh maxamuud ma jiro albaabadii waa soo xirnay dhaqaalihii waa zero wax la haya male shirka golaha wadatashiga marka maxaa laga rabaa inuu isku keeno madaxda maamul goboleedyada dalka oo dhan hal qof hadduu ka maqan yahay shirkaasi uu qabsoomin bay lamid tahay halkee lacag looga keenayaa ciidankii qaranka halkee baa dowladnimada lagu socodsiinayaa go-aankan hadda beesha caalamku ay qaadanaysana waa kii ugu dambeeyay gobolkiisuna waa uu dhacayaa odagii xasan ahaa dowladdii muqdishona waxay ku soo biyashaba doontaa in lagu kala cararo baahi lacag la-aan awgeed waxaana weliba idiin soo gudbin doonaa barnaamijyada soo socdana aad ku daawan doontaan ciidankii xasilinta gobolka baraadir bolis militario ayaa waxaa lagu soo warramayaa inaysan mushaar qaadan bilihii march abriil iyo may oon hadda ku jirno waxaa la sheegay iyaguna inay garoodsan yihiin meel kasta culaysa ka jira odagii xasan ahaa albaab walba culays baa ka koray anaragna halkii ku biyashubato ciidankii xasilintana waa soo wadaa muqdisho kuwii nabadeeyey oo mushaar la-aana 3 bilood waa ka soo warrami doonaa isha ku hay jeneralkan youtubeka aftaxna production dowladdii soomaaliya hal qoys oo xasan sheekh maxamuud waa labada xaasoo qabo caruurtiisa ragga qaba gabdhihiisa ayuu dowladnimadii ku soo koobay qandaraasyada soomaaliya hadda muqdisho ka howlgalaya ama waa nin qaba gabadha u dhalay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ama waaba gabadhii ama waa wiilkiisii ama waa xaasaskiisii dowladnimadii soomaaliya dhan madaxweyne xasan sheekh maxamuud qoyskiisa ma dhaafsana dal soomaaliyeed saa ma lagu maamuli karaa saa ma kusii socon kartaa dowladnimadii soomaaliya sidaa ma kusii socon kartaa ma laga yaabaa dadku inay sii dulqaataan hadduu dulqaadku intaa dhaafana maxaa la filan karaa ceebaa soo socota ceeb allow sahal amuuraha waxaan rabaa in aad isha ku haydaan jeneralkan youtubeka aftaxna production marxalad walba sidaasi isku bedelaysaa odagii xasan sheekh maxamuud ahna jahawareer xoogan ayaa haysta isha ku hay jeneralka aftaxna production si aad ula socoto macluumaadyada soo kormo daqiiqad walba intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waa barwaan idin leh dunida meel walba waad ka joogtaan nabadgelyo.